أهلا بكم في حديث العمر مع المفكر السعودي منصور القيدان. أهلا بك. أهلا وسهلا. بالحديث عن ذكرى أحداث سبتمبر التي تحل اليوم، تتذكر لحظة الحادثة؟ يعني أين كنت وماذا أحسست خلالها أو لحظتها؟ أظنه يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء. أظن كان يوم الثلاثاء. أنا كنت في إجازة من جريدة الوطن، كنت أنا محرر في القسم الثقافي، وأظن كانت الضحى أو كانت بعد الظهر تقريبا، توقيت المملكة. كنت في بريدة عند أهلي في بيت أمي، بيت أبوي الله يرحمه. وأنا لما فتحت التلفزيون ما أدري كيف ثبتها على الجزيرة، بس أذكر الطيارة الأولى أنا ما شفتها، الطيارة الثانية أنا شفتها قبل مذيعة الجزيرة، يعني هي كانت تتحدث عن الهواء مباشرة. الطائرة الأولى. أنا الطائرة الأولى، الطائرة الثانية أنا شفتها قبلها، مع أنهم على الهواء طبعا، هي ما انتبهت، بعدها بثواني نبهوها أنه في طائرة ثانية، أنه فيه البرج الثاني أيضا ضرب. أذكرها تماما، ما نسيتها. طبعا هي كانت لحظات من التوجس والدهشة حقيقة، وظن كان في انبهار أيضا، وكان كما كان يردد دائما حتى اليوم أنه كانك تشوف فيلم هوليودي مدهش وصادم ومخيف، وكان هناك ترقب، وكانت خليط من المشاعر مثلي ومثل غيري. يعني كانت الناس، يعني هناك نشوة من كثير من الناس، هناك تشفي، هناك ترقب، هناك تخوف، هناك من شعر بأن أمريكا سوف ترد، لكن أين تضرب؟ بس لحظتها يعني حددت في ذهنك من اللي يعني نفذ العملية؟ يعني تصوراتك للمنفذين وقتها؟ لا. ما لا. كان لا، بس متضاربة، مشاعر متضاربة وتوقعات وتوهمات أنها قد تكون هي القاعدة، وأنها قد يكون هناك آخرين أيضا استهدفوا، وأنهم شيء من داخل أمريكا أيضا. ودار أذكر كلام كثير، يعني حتى تهضركم اتهموا الصلب ذيك الفترة، وما أدري اتهامات متعددة، لكن يبدو أنه بعد 3 أيام 4 أيام. طيب لما طلعت الأسماء اتضح أن أغلبهم سعوديين، يعني كيف تلقيت الخبر؟ يعني هذا كيف؟ ما أذكر الصراحة، بس يعني كان يعني تفرق 15 من 19 تفرق، يعني بالتأكيد تفرق. ترى كانت مرحلة غريبة جدا، كان في مرحلة تخوف، مرحلة ترقب، في اضطراب، في تردد، في عدم وضوح في الصورة، في حس مؤامراتي عالي، في شعور بأن هناك مؤامرة في الموضوع، في تكذيب. إذا كان مسؤولين سعوديين كبار في فترة تكذبوا أنه فيها سعوديين لشهور طويلة، ما كانوا معتقدين أنه ممكن ما يكون، كانوا مستبعدين تماما أنه ممكن يكون أحد من أبنائهم. يعني 3-4 من ضمن 19 متوقعة، بس 15 من 19 أو 16 خليجي تقريبا، لأن كان فيهم واحد إماراتي. نعم. من 19 كان هذا شيء صادم بالتأكيد. يعني تعتقد الحدث غير في المملكة؟ يعني إذا أردنا الأماكن أو الملفات اللي غير فيها في المملكة الحدث، ما أدري، يعني إذا كان غير تغيير عميق في البنية الاجتماعية، في التفكير، في السياسة، في طريقة التعاطي والتعامل مع ما يمكن يسمى بالخطاب الديني، مع الجهادية السلفية التي كانت تكتسح البلد وترعرعت أكثر بعد 11 من سبتمبر وليس قبله أيضا، وهي كانت موجودة قبله أيضا، حتى الآن بعد مضي ما يقارب 14 سنة أنا ما أشوف ذيك التغير العميق الحقيقي اللي يعود في أساسه إلى أحداث 11 من سبتمبر. هناك تحولات صحيح في المجتمع السعودي، هناك تغيرات على مستوى حقوق المرأة، تغيرات على مستوى الانفتاح، تغيرات على مستوى تطور البلد، تغيرات كثيرة، لكن هل هي تعود في الأساس إلى أن جزء منها والعامل الأكبر هو 11 من سبتمبر؟ ليس هناك أحد يستطيع الجزم بها. أظن هذه تعود إلى عدة عوامل، منها أول شيء التغيرات والتحولات الدولية، ومنها أن السعودية هي أصلا في لب وفي قلب النظام العالمي، والسعودية دولة كبيرة ودولة فاعلة، وطبيعي أنها تتغير مع ما يتغير العالم. البعض يرى أن التغيير أحيانا يكون بطيء، يعني التغيير اللي حصل من تلك السنة، من ذلك العام، من أحداث 11 من سبتمبر وما تبعه من أحداث وهي أعظم من 11 من سبتمبر، وهي احتلال العراق وانهيار المنطقة الواحدة تلو الأخرى دولا بعد دول، إلى أحداث الربيع العربي، إلى هذه اللحظة، كلها هذه كانت عوامل ضخمة جدا ومزلزلة أحدث تغييراتها وتحولاتها.
السعودية تغيرت صحيح إلى حد ما، المجتمع السعودي تغير، الخطاب الديني لم يتغير كثيرا، بل ظل يتحايل على نفسه، ظل يعيد ويكرر ويسترجع كثير من المقولات، ظل يدور في دائرة مغلقة. يعني ما كان في تغيير ملموس تعتقد أنه قد يحول دون سبتمبر سعودي ثاني؟ لا، شوف، 11 من سبتمبر لا شأن له بالخطاب السعودي، وكل أولئك الذين، وأنا واحد منهم، الباحثين المهتمين بهذه الظاهرة، صحيح يعنينا قضية وجود فكر متطرف في السعودية، نمو للتشدد في السعودية، وجود بيئة حاضنة لأشخاص مع الأسف أصبحوا هم الآن الوقود. تعتقد أسامة بن لادن تعمد مثلا وجود هذا العدد الكبير من السعوديين لتنفيذ هذه الحادثة؟ هو تعمد، هو واضح جدا مقصودة، يعني هم 19 تم إعدادهم وتم تجهيزهم وتم تدريبهم بفترة طويلة من أحداث 11 من سبتمبر، وكانوا 15 من ضمن 19. في تعمد، لكن لماذا؟ طبعا هناك من يقول لأجل وضع السعودية في البؤرة أمام العالم، هناك أسباب كثيرة يعني، لكن ممكن نقوله مثل ما قلنا ما نقوله الحين، يعني لماذا السعوديين هم أكثر الآن من يقومون بالعمليات الانتحارية والتفجيرات في السعودية؟ يعني مصر على أنه سهول سهل الاستحمار السعودي في السعودية وفي الكويت الأخيرة، السعوديين هم أكثر انتحاريين، هم الوقود. هل هذا السؤال الذي يطرح الحين هو نفس السؤال الذي يطرح لماذا أختير 15 سعوديا من بين 19؟ ليش لما كانوا فلسطينيين، والفلسطينيين هم الأكثر، المفترض أن يكون هم الأكثر حقدا وأكثر ثارا للولايات المتحدة ضد الولايات المتحدة الأمريكية بحكم دعمها لإسرائيل والاحتلال الإسرائيلي؟ ليش ما صاروا مصريين؟ ما في ممكن مصري إلا واحد أو اثنين، توقع واحد فقط. ليش ما كانوا أيضا من جنسيات أخرى؟ لماذا كانوا سعوديين؟ ليبيا كانت جدا مقاربة للسعودية، ليش صاروا 15 سعوديين؟ انتهينا من قصة المؤامرة ذاك اليوم، رجعنا مرة ثانية، صارت في عدة أيضا عمليات أخرى في السعودية، حتى صارت اللي تشوفها الحين في الآن الأحداث. السعوديين في كل مكان، في كل مكان، وهم أنفسهم الذين يتبرعون بأنفسهم، وهم الذين يرمون أنفسهم لهذا الوقود، وهم الذين يقومون كأدوات وينفذون كل هذه العمليات مستهدفين أنفسهم ومجتمعاتهم. طيب، بالحديث عن سبتمبر وأسامة بن لادن، تعتقد أنه لديه مشروع ديني أو سياسي في رأيك كباحث؟ خليني أرجع سؤالك الأول، كان عن الخطاب الديني، هل هو تغير ولا لا؟ أنه إذا كان ما تغير الخطاب الديني، هل أنه ممكن أنه يتكرر أحداث 11 سبتمبر؟ لازم نفصل بين ما حدث وبين كل العمليات الإرهابية التي تحصل والتي يتم وجود سعوديين فيها واستغلال سعوديين فيها ومشاركة سعوديين فيها أيضا، وبين المذهب الديني أو الخطاب الديني كما يحب البعض أن يعبر في السعودية. ليس هناك تلازم، قد توجد حالة من التشدد في مجتمع ما، وحالة من التطرف وليس الإرهاب في مجتمع ما، ولكن ليس بالضرورة أن يتحول هذا المجتمع إلى حقل ألغام، إلى بيئة منتعشة للإرهاب والتطرف، ليس هناك تلازم. يعني اللي حاولوا يربطون الآن الإرهاب، لكن من الممكن أن يكون أحيانا المجتمع إذا كان قد ألقي كله في أحضان المتطرفين من دعاة أو خطباء أو مشايخ أو مفتين، أن هؤلاء ممكن أن يستغلوا ويكونوا مهيئين وهيئوا فكريا ونفسيا لأن يكونوا أدوات الإرهاب وأن يضروا بأنفسهم وبأمتهم ومجتمعاتهم، لكن ليس بالضرورة. ما في ربط بين الوهابية كما يقولون والإرهاب، خلينا يعني بالخطاب الديني في الأساس. الوهابية عن قصة ثانية نرجع لها مرة ثانية، أنه أقصد ليس بالضرورة أن يكون مجتمع متشدد أن يخرج من أبنائه إرهابيا. المجتمع الأفغاني كله بكبره أكثر تشدد من السعودية كلها، كله بكل عرقياته، ومع ذلك لا تجد فيهم انتحاريين كما تجد عند السعوديين، صح ولا لا؟ يعني ليس بالضرورة أن يكون المجتمع محافظ أو متشدد، أو يكون أحيانا في نوازع للتطرف، أو يكون أحيانا بيئة حاضنة للمتطرفين، أنه يلزم أن يكون أبناؤه كلهم محاربين ومشرسين ومقاتلين. جيب لي إيراني انتحاري إلا من رحم الله، الآن أتكلم الآن، لا أتكلم عن أولئك الذين يجعلون من أنفسهم أدوات لأجل الولي الفقيه أو لأجل حزب الله أو لأجل أهداف التي تطمح إليها الثورة الإسلامية وغيرها. أنا أتحدث عن أن الخطاب الديني وكون الإنسان ينشأ ويترعرع في مجتمع في تشدد وفي تهيئة للتطرف، لا يلزم منه أن الأشخاص الذين يعيشون أن يتحولوا
إلى أدوات إرهابية، لأن هذه موجودة في مجتمعات ثانية ولا تلازمها بين الثنتين، لكن ممكن ممكن. لكن حينما نريد أن نعالج الإرهاب ونعالج أسبابه وحواضنه، لابد أن نلتفت إلى قصة الخطاب الديني والمجتمع إذا كان يتغذى بثقافة التطرف وبالتشدد. طيب خلينا أنا برجع لنقطة الخطاب الديني في المملكة، بس خليني أعود إلى سؤالي عن موضوع أسامة بن لادن. تعتقد أنه مشروع ديني أو سياسي في المقام له الأول؟ أي له نعم. ما أظن أن أسامة بن لادن كان هو المخطط يعني لكل ما حصل، هو شريك يبدو فيما حصل كتخطيط يعني عملياتي وكشخصية هو ملهمة أيضا، تحولت إلى شخصية ذات كاريزما وجاذبية بعد قبل 11 من سبتمبر وبعد 11 من سبتمبر. هل سبق ألهمك أسامة بن لادن؟ أنا كنت بقابل أسامة بن لادن عام 95، جاني صديق لي وقال لي أن الشيخ أسامة عام 1993 92 بالضبط 92-93 قال لي أن الشيخ أسامة بن لادن يحتاج إلى واحد يحط ويسوي دروس للشباب في المملكة وفي أفغانستان، هنا في السعودية. أنا في الإمارات طبعا سأتكلم وقتها يعني كنت في السعودية في الرياض، وكان يبغى واحد في الرياض. يبدو أنه كان في تفكير أنه يكون في مجموعة من طلبة العلم اللي لديهم حس جهادي في الوقت نفسه، ولكن أيضا لديهم خلفية فقهية، يساعدون الشباب ويهيئونهم ويساعدونهم على فهم أكثر بالنسبة له فيما يراه أقرب إلى يعني الوسطية في الفكر الجهادي حينها. وتعرف أنت الفكر الجهادي شأن أي ظاهرة اجتماعية من عام 92 من بعد سقوط كابل بيد الأفغان ومذابحهم بينهم والخيبة اللي أصابت الناس بعدهم، ثم بعد وجود البوسنة والهرسك والشيشان مرت بتطورات كبيرة إلى أحداث 11 من سبتمبر إلى اليوم إلى مقتل أسامة إلى من بعدها. فكان هناك موعد ورحت أنا وخويي ورحنا لجدة، جلسنا يومين قالوا الشيخ ما هو موجود. وأظن أن بعدها يمكن بشهور غادر، سمعنا أنه غادر السعودية السودان أعتقد كان ماني واهم. ندمان أنك ما التقيت فيه ولا تعتقد القدر حماك يعني وقتها؟ وقتها طبعا كنت أتمنى أن يشوفه لأنه كان تعرف شخص ما كان عليه شبهات وقتها. أوكي يسحبوا جوازه فترة ثم عطوا جوازه، توسط له أحد أخواله كان وزير سابق وطلع. ما كان ذلك الأيام في مشكلة أنه يجي، لأنه كان يجينا يدور في مدن السعودية مع أو شو اسمه عبد الله عزام ويتكلمون في الجوامع. وجانا في بريدة عام 87 في الجامع الكبير، وراح العنيزة أيضا أمام المتاثمين وجمعوا فلوس ولعبوا على الناس وكذبوا عليهم، قالوا فيهم كرامات والخرابيط هذه كرامات والمسك والمسك والمطاريس هذه اليوم يقولونها. حرب أفغانستان أي أيام أفغانستان أيام الجهاد أفغاني أيام الكرامات الأفغانية. فما كان عندهم مشكلة يعني يزعلوا عليه عام 91 92 92 ما أذكر وش السبب. يمكن بعده ما طالب أنه يجند 50,000 سعودي وإحنا نقدر نحرر الكويت بدل العراقيين وبدل قوات التحالف، قوات التحالف اللي كانت في السعودية. أظن هذه كانت أحد أكثر المشاكل اللي واجهها. وبعدين هدأت أموره توسطوا له جماعته وطلع وكان بعدها في السودان. بس متى زال سحر أسامة بن لادن عنك يعني؟ متى اللحظة اللي حسيت ما فيها؟ ما كان ساحر بالنسبة لي لسبب واحد طبعا. أظن هو سبب طبعا هو يعود إلى سبب نفسي. أنا قليل انبهاري بالأشخاص وهذا أحيانا ما هو بسيء، زين مفيد، له جانب سلبي أحيانا أن الواحد شوي يصاب بالغرور، أنه يصاب الواحد بالغرور وأنه يعني أحيانا يحرم كثير من الأشياء اللي ممكن يستفيد منها في حياته، يعني من الجوانب الجيدة عند الآخرين أيا كانوا. فما كنت منبهر فيها أنا أبدا في تلك الفترة، كنت منبهر بأشخاص أراهم يعني إما علماء كبار أكثرهم كانوا أموات طبعا بالتأكيد ورموز من الحضارة والتاريخ الإسلامي وعلماء وفقهاء الإسلام، أو كانوا علماء أنا تربيت على أيديهم وتعلمت عليهم وكان منهم علماء كبار، منهم مثلا الشيخ بن باز كنا نحبه بس ما كنت معجب فيه.
ما كنا راضين عن خط بن باز، احنا كنا نحس انه مداهن للدوله. فاقصد انه في تلك الفتره كنت خليط، انا طالب علم وعندي ميول الى الاشخاص اللي عندهم توجه جهادي، بس ما كنت منبهر بأحد منهم ابدا. زالت عمليه الندم على انك ما قابلته؟ ما ندمت، كنت ودي اني اشوفه، ما ندمت يعني. حتى الصراحه ما اقدر الحين، يعني القضيه لها تقريبا اظن 23 سنه او 22 سنه القصه، ما اقدر اقول لك كيف كان شعوري، بس اظني شعرت بخيبه امل اني ما شفته. لان الموضوع كان مهم بالنسبه لي، كان يعنيني انا شخصيا، وكان حقيقه في احتفاء، وكان فيه يعني اهتمام من الشباب اللي كنت أعرفهم من ذوي التفكير الجهادي، واستمرت علاقتي فيهم 5 أو 6 سنوات فيما بعدها إلى عام 95-96. بس هذه كل اللي صار. بس كيف كان؟ هل كان في ندم؟ هذا لا، ما كان في ندم. بعد حادثة سبتمبر في ناس كثير أو محللين غربيين حاولوا يقولون الوهابية هي الرديف الآخر للإرهاب في المنطقة، وصار في حملة على المملكة. تعتقد أنه في فعلا رابط بين الوهابية والإرهاب؟ شوف، أنا وهابي وتربيت في أحضان الوهابية، وحنا رضعنا الوهابية مع حليب أمهاتنا. لكن احنا أنا ومجموعة يبدو من الأشخاص الذين طرى عليهم تحول من تقريبا من 16 سنة، من 98-99، احنا وهابيين سياسيين، يعني نؤمن بالمشروع السياسي، بالكيان، بالمملكة العربية السعودية. ونحن مؤمنين تماما أن الأيديولوجيا الوهابية، وأنا أعبر الآن عن نفسي، الأيديولوجيا الوهابية التي كانت وراء تأسيس المملكة العربية السعودية، وكانت منذ عام 1748 تقريبا، وهي تحكم وسط الجزيرة العربية، وسقطت مرتين وقامت المرة الثالثة، ونهضت من ركام التاريخ وأنشأت المملكة العربية السعودية ووحدت الجزيرة العربية، وهي اليوم تقود العالم العربي، وهي اليوم هي إلهام العرب والمسلمين. نحن مؤمنين فيها، ونرى أن الوهابية هي الأساس، كانت كغطاء أيديولوجي. لكن حتى الأيديولوجيا أيا كانت في تلك الفترة تتعرض للتطور والتغير، تذوي بعض أفكارها، تموت بعض الكاريزما فيها، تحتاج إلى ضخ دماء جديدة تكون دائم على الدوام قابلة للتجدد، إذا بشرط أنه إذا كانت القيادة السياسية وأصحاب المشروع السياسي المؤمنون في الحراس لهذا الكيان العظيم، مؤمنين بأن تعليم الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي أسميها أنا بين قوسين الوهابية طبعا، والبعض يعني لا يرضى أن تصب بالوهابية، وهي في النهاية وهابية لما تقول الحنبلية والشافعية والمالكية. ومحمد بن عبد الوهاب ما هو أقل من أحمد بن حنبل، ولا من مالك، ولا الشافعي، ولا أبو حنيفة، ولا بن تيمية، كلهم نفس الطراز تعتقد؟ كلهم، هو لا يقل عنهم تأثيرا، إلا لما يكون أعظم منهم كلهم تأثيرا. تقصد فقهيين ولا سياسيين؟ أنا أتكلم التغيير الهائل الذي حصل في العالم الإسلامي منذ منتصف القرن 18 إلى اليوم، ما حد يشكك في تأثير محمد بن عبد الوهاب. مهوب علشان الناس قالوا عنا خصومنا في فترة بروز الوهابية مع محمد بن سعود وما تلاها إلى عام 1814 مع سقوط الدرعية، أنه صار عندنا بعض التشدد وعندنا مشكلة. صحيح كان عندنا نزعة تكفيرية طبعا لخصومنا والمخالفين للتعاليم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان في تكفير واستباحة دماء وأموال، ذهب ضحيتها حتى بعض علماء الوهابية أنفسهم. الوهابية أكلت نفسها فترة ما وقتلت بعض أبنائها يعني، وهذا متفهم في الدول الناشئة طبيعي. لكن هذا كله يحتاج الآن إلى إعادة نظر، يعني أن نلف وفق المعطيات التاريخية وقتها، يعني الأفكار الدينية، الأفكار الدينية، الأفكار المتعلقة بفقه المرأة، الأفكار المتعلقة بالاحتساب، الأشياء التي تنظم علاقة المجتمع بعضه ببعض، هذه لابد أن تنتهي، لابد أن يعاد صياغتها مرة أخرى، لأنها أصبحت مشكلة ولا تستطيع أن تتواءم مع الوضع الجديد للدولة والمجتمع، ما تقدر. لكن على المملكة العربية السعودية وقيادتها أيضا أن تدرك أنه ما نسمعه اليوم من فتاوى، آخرها اللي قبل أسبوع المفتي لما طلع وهاجم الإيرانيين على فيلم هم شافوه ولا سمعوه،
ذكر المجوس وغير المجوس، هذا كله هذا كلام لا يليق، لا يليق لا من مفتي ولا من عالم دين يحترم نفسه. بعيدا عن إيران وأهدافها السياسية وأهدافها لتدمير المنطقة العربية، مخططاتها الإرهابية في المنطقة العربية، استهدافها للمملكة العربية السعودية واستهدافها لدول الخليج والاستقرار في العالم العربي، هذا كله واضح. ولكن لا ينبغي في مثل هذا الوقت أن نسمح بوجود مثل هذه الأفكار. تعتقد المفتي منصب ديني أو سياسي في المملكة؟ على المفتي أن يتقيد بالسياسة. يعني العظمة في الأرثوذكسية المسيحية أن الكنيسة مرتبطة بالقيصر، وما زالت إلى اليوم الكنيسة الروسية مرتبطة بالرؤساء، لا تخطو خطوة أخرى. الكاثوليكية بقدر ما لأقدار تاريخية وتطورات تاريخية حكمت فيها البابوات لمئات السنين وقرون، حتى وجدت آثار هذا الحكم وواجهت مشكلتها مع ما حصل، إلى حد أن البابوات صاروا يقعون في الفجور، يقعون في الزنا، وأصبحوا يقعون في القذورات، فقدوا مصداقيتهم. احتاجت حينئذ المسيحية إلى أن تجدد نفسها مرة أخرى وتعيش الاضطرابات اللي عاشتها بعد ظهور البروتستانتية والكالفينية لثلاثة قرون، حتى استطاعت أن تعيد نفسها مرة أخرى وتوائم وتعيد تشكيل نفسها وتتصالح مع الأديان ومع العالم من حولها. لهذا المملكة العربية السعودية تحتاج مؤسسة دينية تليق بمكانتها. على العلماء هؤلاء أن يدركوا أن دورهم لا يجب أن لا ينعكس سلبا على دور على المملكة العربية السعودية وعلى مجتمعها، وأن لا يسببوا لنا الإحراج، وأن لا يسببوا لنا المتاعب، وأن لا ينقلوا الصورة السيئة ونكونوا جزءا من الصورة الناعمة للمملكة العربية السعودية. ولا أظنهم يعون ولا يفهمون هذا الكلام. تعتقد أنه في تضارب بين منطق الدولة ومنطق الوهابية أحيانا تصل في مراحل تصادم؟ لا للأمانة، يعني الوهابية هي الدولة، يعني في تحليلات لبعض البحث، يعني أي انتقاد الوهابية يمكن انتقاد للدولة تعتقد؟ في خبراء وباحثين دائما يقولون لك وش اسمه ملوك آل سعود وأمراء آل سعود في البدايات أو أئمة من آل سعود في البدايات أنهم تحالفوا مع العلماء الدين مع الوهابيين، هذا مو صحيح. الوهابية هي المملكة العربية السعودية. محمد بن عبد الوهاب وتعاليم ومدرسته تمثلها السياسة نفسها، لكن لهؤلاء كلهم دور. يعني الشيخ عبد الله بن بليهد توفي أظن في الخمسينات الهجرية، في الثلاثينات الميلادية أظن توفي عام 1935 1355 هجري. هذا كان مثال للعالم الوهابي العظيم، ومع الأسف هو أحد العلماء الذين اندثرت تراثهم وإرثهم. وأنا أعتقد أنه الوهابية قابلة للتجدد وقابلة للتغيير وقابلة لإصلاح نفسها من الداخل وقابلة أن تعيد تشكيل نفسها، لكن لابد ومن ذاتها أيضا، وأن ترجع إلى تاريخها وإرثها. هل عندنا حوالي 250 سنة وأكثر من الإرث الذي لا يتوقف فقط على فتاوى أحمد بن عتيج، ولا على فتاوى سليمان بن سحمان، ولا على فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؟ لا، هناك عشرات ومئات العلماء. والوهابية مرت بانكسارين، مرت بالانكسار عام 1814-1234 بعد سقوط الدرعية، إلى في تركي بن عبد الله، إلى الخلافات اللي حاصرت بين عبد الله بن فيصل وأخوه سعود بن فيصل، إلى سقوط الرياض مع عبد الرحمن بن فيصل أبو الملك عبد العزيز. هالمرحلة الخصبة العظيمة غرابة تقريبا ما يقارب 60 سنة 70 سنة، مرت الوهابية بتحولات هائلة، وصار هناك انفتاح في نجد، وصار في رحابة أيضا في المدارس وترعرع، وصار في نقاش لوهابيين بين أنفسهم يتجادلون ويتخاصمون ويعيدون تفسير كثير من الأشياء، وكان سقفهم محمد بن عبد الوهاب، وأنا الآخرين طبعا لا يعترفون محمد بن الوهاب وكانوا خصوما له. هذا الركام، هذا التراث الهائل الذي حصل في تلك الفترة هو موجود في مخطوطات وبعض طبع، يعني وبعض طبع حتى خارج السعودية، هذا كان ممكن أن يبنى عليه أساس إعادة تشكيل. الملك عبد العزيز كان يدرك هذه القصة تماما، وحينما يعني قرأ التاريخ جيدا وأدرك أنه ما حصل عام 1234 في الدرعية وأسبابه وإرجاع المحمل التركي ومنع الحجيج
وسطوا على شو اسمه دخائر الحجره النبويه وغيرها، والتشديد اللي حصل الى حد انه انكسر البلد، خلاص وصل الى حد انكسر، انه لا يمكن ان يتكرر ولا يمكن يسمح ان يعاد مره اخرى، ولا يسمح ابدا ان تتعرض دولته لمثل هذا الاختناق. واجه امتحانه عام 1929 مع اخوان ما في سبيل 1347، وكانت هي الامتحان الهائل وانتهى الموضوع واتقامت الدولة، وما زالت اليوم هي أقوى من أي وقت سبق. لكن شيختنا وعلماءنا أظنهم إلى الحين بينهم وبين وعي القيادة السياسية ما يقارب 100 سنة أو أكثر. بس تعتقد الالتباس بين الدعوة والدولة يعني يعيق تجديد الفكر الوهابي، لأنهم يعتقدون أي تغيير؟ شوف هذا أنا ما أفهم الأسئلة هذه، تصعب علي فهمها يعني إلا إذا فصلت لي. يعني إذا يعني الدعوة الوهابية والدولة السعودية مثلا، إذا ممكن نطور الفكر الوهابي، هل معناه أنه إحنا نطلب تطوير الدولة أيضا؟ تعتقد أنه في التباس تداخل؟ دولة قائمة، دولة مؤسسات، دولة مستقرة، دولة لديها من عوامل الاستقرار أكبر بكثير مما يعني يردده البعض ومما يظن يعني. لكن إذا كنا نتكلم حنا عن الخطاب الديني، لأن السعودية جزء من مشكلتها مع العالم اليوم، صورتها قدام العالم هم علماءها ومشايخاتها وطلبة العلم فيها، صحيح، هذه جزء من مشكلتها. ولا الدولة كدولة، كدولة مؤسسات، كدولة راسخة، يا أخي حنا نتعرض الآن لأكبر مؤامرة ضد بلدنا من الداخل ومن الخارج. عيالنا اللي يذبحون أنفسهم بالمساجد، ومن الإيرانيين، ومن حتى جيرانك اللي أحيانا يتآمرون عليك، وأخوانك الصغار يتآمرون عليك، ومع ذلك بقيت السعودية أبقى أقوى مما من أي وقت مضى، ما عندها مشكلة. هذا القرار، قرار إصلاح المؤسسة الدينية، يحتاج إلى وعي. بس يبدو أنه حتى الملك عبد الله يرحمه في الشهور الأخيرة من حياته كان يفكر بهذه القصة بجد، قبلها أكثر من قبلها بسنة أو سنتين. والخلاف اللي حصل على قصة المسعى وتمرد بعض العلماء وكيف تعاطى معه الملك الله يرحمه بذكاء خارق، يوم ناقزوا عليه كذا واحد قال ترى المسجد الحرام مو بلهم، هذا المسلمين كلهم، مجمع علماء العالم الإسلامي كلهم باختصار. وهذا اللي حصل، جمعوا العلماء ومضى الأمر وخرجت الفتوى، مع أنها كان مفترض ألا يحصل ما حصل يعني، وانتهى الموضوع وتم الأمر. يعني هو اللي ناقزوا يمين ويسار يعني، وظنوا أنهم لأجندة ربما خاصة فيهم وأشياء خاصة فيهم وأهواء ورغبات لديهم، وبعضهم كانوا موتورين طبعا وخسرانين لا مكان لهم، هم ظنوا أنهم كان بإمكانهم أن يعطلوا باسم الدين، وباسم الدين كانوا يسعون إلى تحقيق أهدافهم وأغراضهم الشخصية. تستطيع المملكة العربية السعودية اليوم تفعل القصة نفسها، ليس هناك عاجز في القصة أبدا. دولة قوية، الملك قوي وهو مصدر السلطات، الملك قوي والدولة قوية ونافذة، ولا أحد يستطيع أن يقف في وجهها كائنا من كان، لا علماء دين ولا مؤسسة دينية. ولكن المملكة العربية السعودية تؤمن وجود هؤلاء العلماء أنه هو أساس المشروعية، لأنها بلد الإسلام وبلد الحرمين، ما قلنا شيء، بس الإسلام راح لا تورطون وواسع، والمدارس الفقهية وعلماء الدين، ومن المذهب الحنبلي نفسه ستجد الكثير من السعة والتيسير والتسامح، ستجد علماء بإمكانهم أن يكونوا صورة مشرفة لك، وبتجد كل يوم تلاحظهم تجد ترجع وراهم. طيب بعد سبتمبر صار في محاولات يعني تطوير الخطاب الديني في المملكة، تعتقد أنها ذات جدوى يعني؟ يعني صار فيه يعني بعض رجال الدين يعني يحاولون يطرحون آراء مختلفة؟ شوف كلام، جيب لي ما عندك شيء، هم مجرد حكي. شوف الخطاب الديني تجمعون يكررون نفس كلامهم، يقول كلام معمم، كلام عام لا يلامس الصلب الأفكار الخطيرة، ما حد يلامسها، تجمع أصرفوا عليهم ملايين والله ما لا داعي. يعني منهم يصرفوا الدول في العام الماضي صرفوا ما ادري كم ملايين ومليونة على مشروع اسمه الوسطية، ما ادري وش سووا بالبصير، اجمعوا الخطبة واجمعوا أئمة ومؤذنين واجمعوا حتى الحريم، والتشدد ترى بين النساء، أنا الحريم طبعا أجيبها بين قوسين، لا أقصد الحريم السيدات يعني الداعيات،
والتشدد بين الداعيات وبين السيدات مع الأسف الشديد هو أخطر بكثير مما هو بين الرجال، لأنه ما في رقابة، ما في رقابة ولا في متابعة لهم. والظاهر أنهم سووا 500 يمكن محاضرة، يقول مئات المحاضرات ومئات الدورات ضمن المحاولات لتطوير الخطاب الديني. يا أخي طلعوا لنا المخرجات. يا أخي أنا جالس مع مستشارين وزارة الشؤون الإسلامية، قلت يا أخي عطونا خلينا نشوفها المحاضرات أدلة يعني بين نتائجها. لا صارت ما باكلة، هي صارت فعلا بس ما كانت ذات جدوى. نبي المخرجات نشوفها، وش مضمون هذه الخطب، وش مضمون هذه الدروس عفوا، وهذه الدورات والمحاضرات التي ألقيت على هالدنيا هذه كلها. أتحدى وزارة الشؤون الإسلامية تعلنها، هي مسجلة عندهم موجودة، يطلعون للعالم نشوف وش مضمونها، وش هالوسطية اللي وصلوا لها العلماء مئات من الأئمة والخطباء والمؤذنين. كارثة، كارثة كبيرة يعني. الخلل في الفكرة والتنفيذ تعتقد؟ كلهن 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 يعني. بس يعني ما نقدر نكون وسطيين في السعودية يعني، صعب. شوف لا قصة، شوف ما هي قصة وسطية، حنا أنا أعول على أن حركة التاريخ هي الوحيدة والكفيلة أن تغيرنا، وأن القيادة السياسية مدركة إلى الحدود القصوى التي يمكن السماح بها. في صاير كوارث عندنا حاصلة، حنا نواجه مشكلة عيالنا يا أخي على 16 سنة و 15 سنة يموتون يا أخي، يروحون يموتون بالعراق ويموتون بسوريا باسم الجهاد. عيالنا يروحون يذبحون أهلهم ويذبحون خوالهم ويذبحون إخوانهم ويذبحون جماعتهم. متى صارت هذه يا أخي؟ أنا عام 1991 مع مجموعة من الشباب كنا احتسبنا نحرق محلات الفيديو. الأمر بالمعروف أنه يعني منكر، منكر منكر. أخذنا فتوى، أخذنا فتوى. كنا قلقين أنه إذا أحرقنا المحل أنه لا سمح الله يضرر أحد من الموظفين في المحل. نخاف أنه في أحد موجود، نخاف أنه المكان نفسه خلينا بنحرقه. أنا شاركت في واحد منهم في الرياض، في الرياض، في الرياض. الناس يقولون فيديو المختار، طبعا فيديو المختار الواحد من أبناء عم الوالد من قيدان. تعرف إذا جاءوا الناس تحبك والقصة أنك أنت أحرقت المختار، أنك أنت يعني أنت اخترت فرع ثاني يعني. لا لا ما كنت أعرفهم اللي حرقوه. ما كنت أعرف اللي كانوا يحرقوا المختار وسمراء الجزيرة في وفي البلجون أتذكر، وفي هو البلجون. أنا أتكلمت عن الجون بس أقول ما كنت أعرف أنا، ولا المحلات اللي أحرقت بشمال السعودية بالجوف مدري وين، ما كنت أعرف عنها هذه شيء. حتى قالوا لي ذيك الليلة في ليلة شاتية في الرياض أنهم يحرقون فيديو البلجون. هذه مسكينة عليك إلى الآن يعني، كل ما صار حوار ما مسكينة علي يعني. أنا قلتها ما حد يعرفها، هذه من هذا من نوع من التطهر. أنا لما طلعت من السجن كان الموضوع متعبني كثير، لأني حدث لي تغير عام 95-96 والقصة كانت في 91. تأنيب ضمير يعني، نوع من التأنيب. عقب دان يوم عرضونا حنا على المشايخ، على الشيخ سليمان محانا أظنه حي وانتنه ميت الله يرحمه، كان رئيس محاكم رياض، لما عرضونا عليه أنا كنت مصر على رأيي، كنت خايف طبعا يطبق عليه حد الحرابة، بس كنت متضارب. أذكرني قلت له، قلت له يا شيخ جيب لي دليل من كتاب الله وسنة رسوله أن ما فعلته باطل، أنا أقتدي بالإمام أحمد في معنى تخف القرآن لما قال هذا المأمون أو المعتصم أو الواثق. قلت له الكلام هذا، فالشيخ باختصار قال أنت تايب ولا لا؟ لا تفكر الكلام، لا تضيع وقتي. فأنا طبعا ما قلت له أني تايب، مع أني بالتحقيق تعهدت وخلاص. طبعا بالتحقيق ما كان في عنف، بس كانت في لحظة تعرف خوف ولحظة. ففي الفترة هذه حسيت اني خلاص الان انا بواجه الله، خلاص الان بكون صادق مع نفسي. فلما طلعت، شفت لما طلعت عام 96-97 من السجن، سجنة ثانية، القصة الاولى اللي صارت هذه عن فيديو كانت شوي مؤلمة، لان في تحول في تغير، حسيت انه في خطر. تكفى في خطر يعني، وسويت اشياء خاصه فيني للتكفير عما حصل. بس مين في هذه القصه، خلينا نرجع لقصه الفيديو. فكنا قلقين حنا انه لو احرقنا هالمحل يتضرر احد، او شيء نخاف ان احد يكون موجود داخل المحل، وهذا غالبا يكون مستبعد بس كنا لازم نتاكد، او
العمال والغرف الملاصقة للمحل ممكن تحترق أوتوماتيك مع يوم البلجول كان بين المحل وبين أقرب غرفة 5 متر تقريبا، وأظن هم العمال هم اللي كانوا يشتغلون في ما إحنا متأكدين، يعني جلسوا ليال يومين 3 أيام يتأكدون يطمنوا لا سمح حد لا سمح الله لو صار شيء إنه الناس ما يصلها شيء. يعني في النهاية ما نبغى نذي الأوادم، نبي نأدب حدود. يعني واحدة ثانية كنا خايفين على الغنم، لأن المكان اللي كنا نبي نحرقه ملاصق الفلة لأنه داخل حارة، الفلة اللي ده بعيد لأن الحوش كبير. كان عندنا قصتين، الأولى قسم خاص هذا بالجمعية النسائية في بريدة، قسم خاص بالحوش للمعاقين اسمه العلاج الطبيعي المعاقات. احنا ما نبي ما نبي نقربه كسرة قلوبنا بلا شيء رحمة. والثاني خفنا على الغنم، بس تأكدنا ان الغنم بيكون بعيدة يعني بعيد يعني فعلا بعيد مدينة يمكن 13 او 14 او 15 متر تقريبا. يعني الحين انا اشوف اللي يصير طبعا جزء منها يعود تلك الفترة انه احنا طلبة علم، يعني كنا متعلمين دارسين الفقه، عندنا صح ميل الى الاحتساب وممارسة الاحتساب والانكار باليد صحيح، وعندنا ايضا لوثة فكرية بين الدولة هذه غير شرعية، بس كان عندنا حدودنا اللي في الاساس قائمة على ضوابط فقهية وشرعية، تصيب او تخطئ موضوع اخر ثاني هذه، بس هي كانت حدودنا. كلمة أنه سهل استحمار السعوديين، يعني مصر عليها معتقد أنه إلى الآن ما زال يمي مسألة استحمار، يعني الناس إلى حين شو اسمه يلحتون بالسنة. المسألة أنه هو استغلال السعوديين، سميته استحمار سميته يعني أنه لماذا السعوديين يتم استغلالهم ويتم العبث بهم. حد قصة أنه مؤامرة ده خرطي، يعني ما في مخطط سياسي تعتقد مين مؤامرة؟ عيالك يا أخي أنت اللي مربيهم، وراها الليبيين ما يسوون القصص هذه، وراها المصارية ما يسوون القصص هذه ضدها لهم، ورا بس عيالك هم الذين يلعبهم وهو يتم استغلالهم. البلا فينا يعني داخلي، عندك مشكلة، عندك بلا بلا طبعا تكون قد أحيانا تكون أسبابه سياسية، قد تكون أحيانا أسبابه اجتماعية، قد أحيانا يعود إلى الانفتاح، قد يعود إلى الحريات، قد يعود أحيانا إلى الفصل المخيف ما بين الرجل والمرأة، حتى صار المجتمع كله مشوه. احنا من اكثر دول العالم تشويها، عيالنا مساكين صار مرضى لانهم ما ينشؤون بوضع طبيعي. يا اخي في حياه الرسول في المدينه، في المدينه صاحب الرساله اللي اوحى الله اليه اللي انزل الله عليه القران يتلى، وهو كان خلقه القران وكان قرانا يتلى قدام الرسول في صحيح البخاري. ترى المشايخ ما يطلعون الأحاديث يغبونه، خذ زك من الأحاديث اللي فيها النار والجحيم والعذاب والخرطي هذه مليانة، بس الأحاديث اللي تبين الجانب الإنساني ليس للرسول نفسه وإنما أيضا لصحابته الكبار، طبيعة الحياة كانت ولزوجاته العظيمات المطهرات وللمجتمع المدني. يعني في قصة عظيمة صارت في حياة الرسول في مجتمع المدينة، الشاهد عليها هو الرسول صاحب الرسالة الذي أنزل عليه القرآن الذي أوحى الله إليه، ومعها العباس عمه في المدينة مع عائشة زوجة الرسول، شرت بريرة وكانت عبدة واعتقتها، وإذا اعتقتها كان ولاؤها لها، المهم أن اعتقتها صارت حرة، وهي كانت متزوجة مغيث، ومغيث كان عبد، الحين هو عبد وهي حرة تغيرت خلاص، أنا هي ملكة أمرها يحق لها الفسخ، حق لها تقول ما بيها بواحد حر مثلي. طبعا حب زواج وعشرة وسنين، هالبنت والله قلبت عليه تغيرت موازين القوة خلاص خلاص صارت منطبقها أعلى الحين. ف
فطبعا هو متمسك بها ويحبها، حاول يمين يسار وسطات شفاعات، إلى أني لا أذكر منه أيضا لشفع فيها مرة أخرى أيضا، حتى أظن الرسول نفسه شفع المغيث إلا ما أكون واهما، أظنه الرسول شفع المغيث عند بريرة، أنك أمسكين تجود أبوه ترى ويحبت ويعزت، وهو يجوز أن تكون حرة ويكون هو عبد، ما في قضية فقها دينيا ما يعني انتهى طبعا هذا الفقه، بس أقصد في تلك الفترة. فقالت أتأمرني؟ قال لا ما أمرت، هذا مو بأمر، يعني تأمرني خلاص صوت أسمع وأطيع رسول الله. قال لا لا أمرك، قالت لا حاجة لي به، أو قريبا من هذا المعنى. المهم هو يلحظه بالسوق يحبه، شوف الحب، شوف القصص لايف يعني قدامك، والنبي موجود الرسول في السوق مع عمه العباس ومر مغيث ودموعه تهل ولاحته مسكينة. فقال الرسول يا عم ألا تعجب من حبي مغيث اللي بريرة؟ هذا المجتمع المدني اللي يدخل عمر بن الخطاب والرسول جالسا بين ثلاثة وأربعة من الفواطم، أظن أن كلهم قرشيات، يعني من علية القوم من قريش، يمكن معها مدنيات أنا ما أذكر. تعرف عمر شوي يعني الحريم يهابنه، وعمر صعب شوي على النساء، الرسول لين لطيف، ورفعات أصواتهن بين يدي الرسول يسولفن يعني تعرف، والحريم إذا اجتمعن أصواتهن يعني مرتفعة دائما. إيه فلما دخل عمر سكتن كلهن، فابتسم الرسول فقال عمر بن الخطاب يعود واتي أنفسهن ترفعن أصواتكن بين يدي رسول الله، يعني ورا ما تأدب ما تستحن، مثل على ما قال والبنت عيب ما ترفع صوتها عند الرجال، هل يلاحظون الحين على صوت المرأة عورة اللي ما تلقى لها أي شيء في وقت الرسول. فابتسم الرسول طبعا يبي يلطف بخفف الوضع، قالت له واحدة منهن عمر إليك يا ابن الخطاب، إليك عنا يا ابن الخطاب، يعني فكنا منك، فوالله لا رسول الله خير منك وأدي منك أو شيء من هذا المعنى. عاد شوي الرسول يبي يخفف الوضع على عمر، قال والله يا عمر ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر، طبعا المعنى مجازي هو تطيب خاطر يعني عرفت، مو بالمعنى الحقيقي اللي أخذه جماعتنا لأنه لدخل عمر هج الثاني. لا هذه مثل قصة الرسول لما رجع من حنين، تعرف يعني بعد الفتح مكة، وآسف على الإطالة، بعد فتح مكة يعني شعروا الأنصار أنه شوي ضاعوا، تعرف الأنصار استقبلوا الرسول واستقبلوا المهاجرين المكاوية وفتحوا لهم بيوتهم ونصفوهم حتى زوجاتهم، بعدهم طلقوا مرته عشان يزوجها القرشي أو المكي المهاجر، فحسوا أنه خلاص الرسول الآن جماعته دخلوا كلهم الإسلام واستعزوا واستعزبهم، فحسوا أنه شوي في أثر عليهم، وزاد الكارثة عليهم أنه الرسول لما قسم الغنائم حرص أنه يقسمها بين زعماء القبائل الجدد اللي توهم اللي يحتاجون تأليف، وهذا طبعا هذا وعي سياسي هائل، يعني هو ذولا وكلهم إلى إيمانهم واثق فيهم، بس ذولا زعماء قبائل إذا كسبته تب تكسب 10,000 15,000 لا بد من بخه يعني. وزع الرسول ألوف عشرات الألوف من الإبل أعتقد، ومن الأغنام ومن الرؤوس ومن الخير يعني والحلال اللي جاء والغنائم والفيء الذي حصل، فوجد الأنصار في أنفسهم شيء، فقام الرسول قال خطبته العظيمة يعني لو يذهب الناس بالبعير والشاة وتذهبون أنتم برسول الله، الناس دثار وأنتم شعار، الشعار يعني هو أقرب ما يكون إلى الجسد يعني، والمعنى المجازي أنكم أنتم الأقرب إلي. أنا جبتها أقصد أنه كيف كان الرسول يتعاطى مع قصة الرجل والمرأة، فيه أعجب يا أخي من قصة عظيمة قصتي يعني، أنا آسف أطلت عليكم موضوع المرأة لأنها مهمة، لأن الناس يعبث بعقولهم باسم الدين، ومع الأسف هذه القصص العظيمة الصحيحة الصحيحة بعض الدعاة يعني يبعدونها، البخاري ومسلم هذه لا يسمعونها الناس، يسمعون الحلال والحرام والتحريم والنار والعجارب وغيرها، بس ما يسمعون هذا الجانب المشرق. هي قصة واحد يحب بنت، تعرف مجتمع المدينة مجتمع متحضر يعني، فيه قصص حب، فيه بنات لعابات متحرك يعني، فيه بيوت دعارة،
في المدينة. في قصرة النور لما أنزل الله الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كان بعض سادة المدينة اللي عندهم جواري كثار يسترزق بهم، يروح ينام عند فلان وينام عند فلان وينام عند فلان وياخذ فلوس رزق يسترزق. فنزلت هذه الآية. وقصة مرثد مشهورة في صحيح البخاري، عنده خوية الظاهر بمكة أظن اسمه عناك، هذا ترى في الصحيح، هذه مي بسوالف مخباتي. ينقزي الفوزان، مرة الفوزان الشيخ صالح اتصل على جريدة الرياض، كتبت مقالة وذكرت قصة الربيع بنت معوذ، قصة صاحب الحديقة اللي بوس له بنته بجيبها الحين وجرى الرسول. وجاني تركي استيري يقول ان الشيخ صالح الفوزان يقول هذا كذب. هذه مثبتة في الصحيح؟ ما ودهم بالحديث، هم لو بيديهم سنحكه بالحديث، هم يزكونكم بحديث. وش اسمه يعني في بعض الدعاء عندهم: من مس امرأة عرفت وش اسمه لا تحل له كغرزة ما ادري وش اسمه يوم القيامة. كأنما شفت الهستيريا هذه الجهنمية، هذه الهستيريا الجنون هذا اللي صاير ضد المرأة. هذا لا الله ولا رسوله ولا صحابته ولا التابعون الأوائل ولا العهد الأول في الأمة الإسلامية كان كما كان عليه. ما اللي تشوفها الحين بالسعودية من الجنان؟ يعني تعتقد بعض الدعاة في المملكة يحاولون يبعدون الأحاديث؟ جهلة يا أخي، ذو الأعداء للإسلام ذول تراهم، هذا الجهلة، هذا الأعداء للإسلام، وهذه مشكلة كبيرة جدا. هم الآن يتكلمون، الحين طلعني قبل سنتين ثلاث سنوات يتكلمون عن الإلحاد، انتشار الإلحادات مسبب الإلحاد. إذا كان الواحد ما يسمح له بأن يمارس دينه وفق ما هو موجود في التراث الإسلامي ويتم التشديد عليه، لا تستغرب الناس أنهم يرتدون بسبب تشدده. طب هؤلاء الدعاة يعني تبع أي مؤسسة، تبع أي فكر في رأيك؟ يعني هايته اللي محسوب مستشار، واللي إمام جامع، واللي خطيب، واللي تبغى يبيع خضرة. بس الغطاء الفكري لهم، تعتقد أنه في ناس يعني يربطون بالوهابية أحيانا أو السلفية؟ كلهم وهابيين يا أخي، كلهم وهابيين، ما اختلفنا. بس يمكن قصة الوهابية وبس، القصة أن الإسلام ليس هو الوهابية، أن الإسلام ليس هو الحنبلية، وأن الوهابية اليوم بقيادتها السياسية بقرار من الملك نفسه قادرة أن تعيد نفسها وتجدد نفسها. يعني الوهابية بالإمكان تهجينها بعلماء آخرين مو بسعوديين، السعوديين بس خلهم من كل المذاهب. أوكي تبتلقى كثنين ثلاثة محسوبين في يد كبار العلماء أنهم مالكية أو شافعية، لكن لا بحبحها أكثر، خدخل فيهم كل المدارس والبيوتات. الصوفية لازم تكون موجود جزء أيضا من هذا المجلس، لأن السعودية في حالة ضرورة، أنت في حالة ضرورة، البلد فيه تنوع تعدد. تعرف يا سلطان أنه فقه الأموال، الفقه الاقتصادي، فقه المعاملات، الربا، سميها الربا الآن يحللونه للناس، فيه رحابة هائلة في التعاطي معه لأنه اقتصاد. خذ لجان شرعية من المشايخ اللي يحرمون على المرأة أحيانا طلع عيونها وطلع خشمة، لكنهم يجرعون البعارين من الربا. الربا الذي هم بنصوص السنة التي يتلونها بليل والنهار أن درهما أو دينارا من ربا أعظم عند الله من 36 زنية. شفت يقف شعارك سمعت الحديث. هم يجرعون من هالملايين باللجان الشرعية. طيب تعال يا شيخ عندك هذا البنك الربا وتقول كله ربا، وش دخلك أنت باللجان الشرعية؟ يقولك فيه معاملات إسلامية، ما دام في معاملة إسلامية يجوز أنه مستفيد. وشوفهم من ماليزيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية الآن، صار في مصرفية إسلامية الآن بعد، كلها نفس القصة. مصرفية الآن اقتصاد وعصب الحياة وتفهمنا، لكن ما تقدر تضخم هذا الجانب. يعني تعرف أن عندنا الحنابلة ما عندنا مشكلة بالربا، أربع أعظم أنواع الربا اللي هو العينة، أهلنا وتجارنا وأجدادنا في بريدة بالجردة وفي الرياض يسمونها الجفرة الظاهر، كانت كلهم كانوا يتعاملون بالعينة الناس اللي هي الربا، أو الدينة حتى نخففها شوي اللي يسمونها التورق الفقهاء. نفس الشيء، وابن تيمية أجازها لأجل المصلحة
وجل الحاجة، لأن الناس يحتاجونها، ولا أبغى أدخل بالتفاصيل. فأقصد أنهم شوفهم واسعي الصدر في هذا المجال اللي هم يصب مخابيهم، وشوف كيف الكراهية والحقد واللعنات التي تنصب على المرأة في فتاويهم. يا أخي لو تشوف فتاوى المشايخ الحين، حتى أكبر العلماء واللجنة الدائمة، أو تشوف المستلفتة، تلقى 3000 فتوى عن المرأة بجدايلة، بثيابة، بسراويلة، مناكيرة، تقص ولا ما تقص، تشيل. حتى بعضهم يقول ما يجوز أنها تشيل الشارب إذا طلع له، لا يجوز أنها تلم. الجنون اللي صاير شيء غير مبرر، وما أنزل الله به من سلطة. ظاهرة الإلحاد في السعودية، يعني تعتقد أنها أصبحت ظاهرة؟ يعني هل هذا نفور من الفكر الديني المتطرف؟ أو عام 88 ميلادي 1400 أعتقد 80 هجري 87 ميلادي 1480 هجري، جونا اثنين جويد من هالبير، والبير هي بشيء بس أنهم عايشين برياض مطاوعة. كنا في بريدة، من أخوان بريدة، حنا اخوان وهابيه اللي هم نقاعه الوهابيه، واحد منهم مطوع طبعا، هم كلهم مطاوعه، يقول لي اني قد عبدت الشمس. على اي اساس هذه؟ من راسه من الصياعه، من حبالي ابوي يعني كذا، اول ثمان كان يمكن 84 85 5 هجري، يقول كذا ضحك، يقول انا واثنين من الشباب يقولوا كذا مالين دشير. فقررنا نغير الموضوع. يقول قررنا عبد الشمس، سجدنا للشمس. قلت وبعدين؟ سكناها يعني كذا بس ضايقين. فانا اقصد انه الحين كثر الكلام في السعوديه عن الالحاد، ظاهره الالحاد، وفي احصائيه يقولون انه شو اسمه نشرها دراسه، شو اسمه دراسه نشرها اعتقد معهد مركز جالوب او معهد جالوب للاستبيانات، انه مليون سعودي ملاحد. هذه خرابيط طبعا، الكلام ده مبالغ فيها، هذه خرابيط ولا يمكن اول شيء، يعني انه يقوم باستبيان ولو بهامش خطا 15% ان يصل الى هذه النتيجه، لا في السعوديه او استبيان عبر الانترنت. وكم شريحه هم ياخذون؟ 300 واحد، 400,000، 20,000 عبر الانترنت او عبر الكمبيوتر، عبر الانترنت، ويقسمونها ويشوفون بالنسبه للشرائح وياخذون بالنهايه نسبه. السعوديه فيها مراتب من التدين، وهناك ايضا ما هو شيء اخر، هناك مراتب من الضيق بواجبات الدين. تلقى المتدين اللي يصلي العيد ويصلي احيانا الجمعه ويحب شيخ الازهر ويحب العلماء في العالم الاسلامي اللي ما يمثلون المؤسسه الدينيه في السعوديه، ولا هو بيصلي. واذا شاف مطوع ابو لحيه تكهرب، ما يحبهم لانه عنده ذاكره سيئه معهم، يا انهم قد اهانوه مع امه او مع اخته او مع زوجته وشككوا فيه، يا ان ابوه قد تعرض لاهانه منهم عشانه ما يصلي بالمسجد، يا انه هو جاء واحد مطوع واخذ جواله، تذكر يوم الباندا، واخذه من يده قاعد يشوف الكاميرات اللي الصور اللي فيه. هناك قصص، لان هناك تعدي. كل ما سمحت للمتدين أن يمارس احتسابه على المجتمع ويفرض سطوته عليهم ويفرض تصوره هو لحياة الناس وفق هو ما يراه أنه دين، أنه شريعة الله، حين إذا عليك أن تتوقع على الناس أن يتمردوا على ما تسميه الدين. معظم ما تسمع عن الإلحاد هذا خرابيط، في ناس ملحدين فيه، وهي ظاهرة طبيعية عموما وظاهرة صحية. البشرية تصالحت مع الإلحاد من وقتها، حتى في عهد الرسول، هل تشوف المنافقين والمنافقين كانوا ملحدين؟
بعضهم ملاحدة، تعرف العرب كان الحد فيهم كثير، غالبا الحد فيهم كثير يعني، وكثير وحركة الزندقة وحركة الشعوبية التي واجهتها الحواضر الإسلامية في العصر الأموي والعصر العباسي وما بعده اليوم، دائما هناك أشخاص على الضفاف. وفهد العسكر الله يرحمه، الشاعر الكويتي الكبير اللي مات كفيف في آخر عمره، كان قريب جدا للملك عبد العزيز، جابه الملك عبد العزيز ووصى عليه أبوه، والملك حرص أنه يكون عنده كاتب عنده في القصر، وكانوا يعرفون أن الولد وهو شاب جاء الظهر عمره 19 سنة ما هو بجيزل له القصة كلها، قرر أنه يأخذ قصة كلها، وكان التعامل معه بكل ألفة بكل لطف وبكل رحمة، لم ينهو عاد، حب أنه يرجع الكويت، يرجع الكويت، صادم المجتمع الله يرحمه، وفي أشعاره العظيمة في قصائده البائسة، وعاش حياة بائسة ومنعزل العالم حتى توفي، وكثيرين غيرهم يعني. فأنا أقصد أنه وفيه دائما أشخاص يميلون لهذا لوجود ملحدين، لابد أن يكون نسبة موجود نسبة موجودة في كل بلد، بس ما داموا ما يدعون إلى أفكارهم إلى حد يريدون تغيير الناس ويحدثون نوع من الشرخ والانشقاق وإثارة الفتنة، أو أن يكون هم مطايا أحيانا لأهداف سياسية هم لا يشعرون بها أحيانا، مع أن هذا نادر جدا حقيقة. فكل ما تسمعه في السعودية هو تمرد على نمط من التدين تم فرضه على الناس، وبالتالي يتم تصنيف كل أولئك المتمردين ضد هذا النمط على أنهم ضد الدين، وبالتالي هم ضد الملاحدة، وهذا كله هراء، هذا كله هراء. يا أخي أنا ولدي كل يومين هنا على هذه الصوفة أراجع معها القرآن الكريم، أحفظها القرآن الكريم، وهو أنا عمره 10 سنين، أنا ما ألتزم بالشريعة، بس أنا أحب يومياً أسمع القرآن الكريم، جزء منها إنه تربيتي، جزء منها أني أنا حفظت القرآن عمري 19-18 سنة، وعندك قناعة، جزء منها أني أنا درست الشريعة وعمري 20 سنة عند طلابي، جزء منها أني في لحظة الكسر اللي مرت علي في حياتي في لحظة الشكوك، الله موجود موجود، الإسلام القرآن وش الصج وش مبصج، ما هو الحقيقي ما هو الباطل وش الحقيقة، تعديتها بسلام لأني كنت تصالحت مع التراث. فأنا أحب أدارس الفقهاء، وأحب أقرأ في الفقه، وأحب أقرأ في السيرة النبوية، وأحب أقرأ في السنة، وأحب أقرأ العلماء، وأرى نفسي طالب علم، وعندي تفسيري الخاص للدين، وعندي تفسيري للحياة نفسها، وعندي أيضا تفسيري وإيماني لكيف يمكن أن يمارس دينه في المجتمع. وبالتالي أنا حريص أيضا أن ولدي يعرف وش هو الإسلام، لأنه يعيش في مجتمع مسلم، أمه مسلمة أبوه مسلم، على قلب الثقافة وبالتربية يعني، في ناس تتهمون بكل الحال طبعا أكيد أين سامعها، أين يكون سمعت هذا، هذا كله هذا هراء، هذا كله هذا إرهاب، اسمه إرهاب فكري، وأنا ما قد هزوا بشعرة، هذه نعمة من الله. طبعا هو شيء أنا ما أقوله ساخر، أنا أقوله محق، هو أحيانا أقوله بشكل ساخر الصراحة، معظمهم دعيت عليهم واستجاب الله فيي، هم طاوعة كلهم بسجون، وهم ما تركوا شيء فيني دعوا علي ما استجب، يا أن الطبيعة تجاوبت معي، يا أن الإله الخالق الأعظم مدبر الكون القادر تعاطف معي وشعر بأني صادق ومخلص، وأنا صادق ومخلص، ولا أقول هذا تزكية لنفسي، لأنني أعرف ماذا يريدون وأعرف أنا ماذا أريد، واعتبرني ملحد في النهاية. أنا منصور كيدان سعودي أعتز بالمملكة العربية السعودية، وأعتز بدولتي، وغيور على وطني، وغيور أن يمس وطني، وسأظل أدافع عن وطني حتى ألفظ أنفاسي الأخيرة. إيماني هذا بيني وبين الله، ليس لي أي إن كان أن يختبرني فيه، لكن عليك أيضا أن تقول وين منصور مكانه، أين هو عبر 17 سنة من حين تحول إلى اليوم، أين أولئك ذو اللحى العفنة والوجوه الكالحة القذرة الذين يتمسحون بالدين وبالقرآن بالليل والنهار، ويلوكون في ألسنتهم الاستغفار الكاذب، وهم كلهم أعداء للدولة وأعداء للوطن، ويتآمرون مع أعداء البلد، وكانوا هم وراء كثير من عملية التفجير والتحريض
التي عاشها البلد، وأين منصور أنقيدان اليوم؟ أنا فخور بتغيري وفخور بتحولي وسعيد جدا بما وصلت إليه، وأظن أنني إذا مريت بتجربة يعني تؤهلني أني أقول مثل ما قال أبو سليمان الداراني أحد أئمة التصوف العظام: من عرف مثل معرفتي، من جرب مثل تجربتي، عرف مثل معرفتي. طيب أختم معك بكيف يمكن أن الدولة تواجه دعاة التحريض في المملكة؟ هي لو أنه كيف سهلة، بس هي قرار. أو شيء لابد يكون فيه في إدراك حقيقي وش هو التحريض، لأن بعضهم يظن التحريض يقول لك خذ البندق واذبح فلان، ولا خذ الحزام وفجر بفلان، ولا ألبس ما ألبس وراح فجر شيعة. لازم يعرفون مش وما هو التحريض، ما هي مستوى التحريض. التحريض أي محرض، التحريض هذا جناية لابد أن يحاسب عليها الإنسان. الفتاوى تدخل يعني هي قرار دولة. السعودية فيها دولة قوية ودولة مستقرة ودولة فيها أنظمة فيها قوانين، في أشياء فالتة مع الأسف الشديد هم تهاونوا معها يعني في فترة سابقة، وأصبح من الصعب الآن جدا مع الأسف يعني القضاء عليها. سنحتاج سنوات طويلة من الصدام، سنوات طويلة من المآسي، سنوات طويلة من الأحزان، سنوات طويلة من المحن والابتلاء وخيبات الأمل في أبنائنا الذين سيكونون دائما هم معاول هدم ضدنا وضد استقرارنا، ولكننا في النهاية سننتصر بإذن الله، وستنتصر الدولة، وستنتصر الدولة التي أثبتت عبر 3 قرون أنها باقية وستبقى، وستبقى خالدة، وسيسقط أولئك الذين يراهنون على سقوطها. وأنا مؤمن بهذا البلد، وأنا مؤمن بهذا المشروع، وأعرف أن كل هذه المحن التي سنواجهها يعني ليس لك أن تعد كما يقولون، إلا أن تتمنى أن الله بس يخف المصائب التي تتناوحنا في مؤامرات كبيرة، في محن كبيرة. نحن في ظرف تاريخي الآن هائل ومخيف، هناك زلزال يحصل في المنطقة العربية، هو إعادة تشكيل للمنطقة، وأنا أتمنى أن نكون إحنا من الصناع الكبار في صناعة المستقبل، وليس أولئك المتفرجين. على السعودية ودول الخليج التي تشعر بأنها مسؤولة عما يحصل وتشعر بالخوف، أن تكون مشاركة في صناعة المستقبل وليس متفرجة، وإحنا علينا أن نكون من أولئك. أسعدتنا بالحوار. الله يخليك. إلى هنا وينتهي حديث العمر، إلى اللقاء.